رجل في مزدلفة من البرد يقول رجل في مزدلفة من البرد غطى رأسه بالبطانية فهل عليه شيء وكان شاكا في الحكم؟ نعم، إذا غطى رأسه متعمدا عليه الفدية، وهي مخير فيها بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين في مكة لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة في مكة يوزعها على فقراء الحرم، خير بين هذه الثلاث. الصيام يجوز في كل مكان، وأما الإطعام والفدية فهي في مكة، لابد أن تكون في مكة. نعم.